ولا هذه لماما. ماما ماما. ثياب تالفة تحت الركام، هذا ما تبقى من الفاجعة، فاجعة حريق قاعة أعراس الهيثم في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى، التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح في حلقة جديدة من مسلسل مآسي العراقيين. عدد الضحايا الكلي ما زال مجهولاً حتى الآن، وهنالك جثث لا يمكن التعرف على هوية أصحابها بعد أن تحولت القاعة إلى كتلة نارية ضخمة انتهت بسقوط سقف القاعة المحترق على رؤوس الضحايا، ما أدى إلى حالة من الفوضى فاقمها عدم وجود ممر طوارئ لاستيعاب خروج العائلات. دمر، ماكو ماكو جثث، ماكو وين؟ دورنا مسجات ملموسة، الطب العدلي ماكو، ماكو جثث، ماكو مختفية. والله ناشي نجعني وصارت النار، بس هذه الأطفائية هذه قبل 7 لـ 8 متر بس سواهيكي فانطفع. كل هذا كان هذا الشعب كله لقذب، بس هو مو شريف. لو شريف أعطي 25,000 الواحد ألبس له بدلة مال 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 هذول شو اسمه ماكو. وبغض النظر عن سبب الحريق الذي قال الدفاع المدني إنه بسبب ألعاب نارية، فإن تكرار حرائق المباني يثبت أن الجهات المسؤولة في نينوى لم تتخذ أي إجراءات لمنع البناء المخالف للشروط، الذي يمثل تهديداً مستمراً لأرواح السكان، بدليل تسجيل أكثر من 19,000 حريق منذ بداية عام 2023 في محافظات البلاد وفقاً للدفاع المدني، ما يؤكد استمرار أزمة الحرائق. حريق الحمدانية أعاد إلى الأذهان مشهد الحرائق المتكررة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة، أبرزها فساد المقاولات الإنشائية والعقارية التي أفرزت مباني السقوف الثانوية رديئة الجودة وغير الخاضعة لشروط السلامة، كما تفتقد هذه المباني لأدوات مواجهة الكوارث مثل الحرائق، على غرار فاجعة مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين وغرق عبارة الموصل وغيرها من المآسي. ويبدو أن حوادث الحرائق في العراق لن تنتهي قريبا، إذ إن مئات المباني الحكومية وغير الحكومية مشيدة بألواح ساندويتش بانل وجيبسون بورد غير الآمنة وغير الخاضعة لشروط السلامة، ما يعني المزيد من الخسائر البشرية والمادية مستقبلاً.